بشكل متزامن ومثير مع هذه الأحداث، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجأة ظهر أمام العلن وحذر ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما العالم بأكمله بأننا متوجهين لحرب عالمية ثالثة وعليكم الانتباه لهذه المسألة. هل تتفق معه فعلا؟ أنا أتفق، ليس من فقط من سياق يعني دعمي للرئيس ترامب في 2016 وحتى في 2020 وحتى هذه اللحظة ربما 2024، وسنرى كيف ستحسم الأمور في داخل صفوف المرشحين الجمهوريين. ولكن أنا معه بالمطلق في قضية إدانته للحروب الخارجية، في قضية عسكرة العالم، في قضية الدفع باتجاه حرب عالمية ثالثة، في قضية إنفاق تريليونات الدولارات. الآن وصلنا يعني 150 مليار دولار فقط لأوكرانيا، وخلال عام ماذا ننتظر؟ يعني حرب استنزاف أخرى اقتصادية، ناهيك عن قضايا شبهات الفساد التي تلاحق الجميع. الآن أصبحت هي القضية المتصدرة عندما يتم طرح أي شيء يتعلق بالمساعدات العسكرية بما في ذلك الاقتصادية والإنسانية. هناك مشكلة كبيرة، فترامب يطرح هذا الموضوع من أكثر من مستوى ومن أكثر من زاوية. يطرحها أولا قضية أمريكية وطنية بأن هذه الأموال الأولى أن تنفق على الحدود الجنوبية مع المكسيك لحماية المواطنين الأمريكيين من المخدرات ومن المجرمين ومن الإرهابيين. إرهابي إيراني حاول التسلل وتم ضبطه في الأسابيع القليلة الماضية. قضية أخرى يركز عليها الرئيس ترامب، وهي ليست سرا، بأنه كان يضغط على دول الناتو حتى يتحمل مسؤولياتهم المالية والدفاعية. وليس سرا أن الرئيس ترامب كان يهدد بالانسحاب من الناتو. الآن يعني بمنتهى الأمانة هذا الموضوع مطروح، لم يعد بالدوائر المغلقة. الآن علانية إن قام أي من المرشحين جمهوريين أو ديمقراطيين بالقول بأننا نريد أن تنسحب واشنطن من الناتو، صدقني ستجد الكثير من الدعم على الأقل على الصعيد الجماهيري.